بعد هدف بليلي العالمي من ضربة ركنية في بوتسوانا، ثورة غضب في فرنسا بسبب بليلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود حجازي. طبعا زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ أي فيديو، ما تنسوش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد المستوى الرائع اللي بيقدمه نجمنا الجزائري يوسف بليلي مع منتخب الجزائر في الفترة الأخيرة، كتير من جماهير نادي إنجيل الفرنسي انتقدت رئيس النادي بشدة بسبب انه تخلى عن يوسف بليلي في 2017، وعبرت الجماهير عن حسرتها بسبب المعاملة السيئة اللي تلقاها يوسف بليلي في الفترة دي. ويوسف طبعا في الفترة دي قرر انه يترك النادي الفرنسي ويروح نادي الترجي التونسي، ولعب وتألق وفاز ببطولة دوري ابطال افريقيا، وكمان المعلق الفرنسي لقنوات بي ان سبورت وهو بيعلق على مباراة منتخبنا الجزائري ضد منتخب زامبيا، طلب من رؤساء الأندية الفرنسية ان هم يتابعوا يوسف بليلي علشان يضموه في اقرب وقت. لا يا عم، لا اتبعنا ولا نتابعكم، احنا مش عايزين يوسف بليلي يروح للدوري الفرنسي، يوسف بليلي مكانه الدوري الانجليزي، يخليكم انتوا في حالكم واحنا مبسوطين كده يا اخوي، والله مبسوطين كده. كل التوفيق ليوسف بليلي وكل التوفيق لكل نجومنا المحترفين في الخارج واللي مش محترفين في الخارج كمان، كل التوفيق ليهم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوش لايك وشير. سلام.